أنواع البيانات الإحصائية. لدراسة البيانات الإحصائية يجب معرفة أولاً المتغير. المتغير وهو كمية قابلة للتغير من مفردة أي إلى أخرى، أي أنها قيمة أو مفردة غير ثابتة. وتنقسم البيانات الإحصائية إلى نوعين: بيانات إحصائية كمية وبيانات إحصائية وصفية. أما البيانات الكمية فهي تنقسم إلى فرعين: بيانات كمية منفصلة أي متقطعة، وبيانات كمية متصلة أي مستمرة. والبيانات الوصفية تنقسم إلى فرعين: بيانات وصفية يمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا، وبيانات وصفية لا يمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا. نبدأ أولا بدراسة البيانات الوصفية، ويطلق عليها البيانات النوعية أو يطلق عليها البيانات الكيفية، وهي البيانات التي تمثل متغير خاص بخصائص أو ظواهر لا يمكن التعبير عنها بأرقام، وتنقسم إلى فرعين وهما: بيانات وصفية تمثل متغير لا يمكن ترتيبه تصاعديا أو تنازليا، مثل لون العينين، الديانة، الجنسية إلى آخره. أما النوع الثاني وهي بيانات وصفية تمثل متغير يمكن ترتيبه تصاعديا أو تنازليا، مثل المستوى التعليمي أو التقديرات أو إلى آخره. أما البيانات الكمية فهي البيانات التي تمثل متغيرات خاصة بخصائص أو ظواهر يمكن التعبير عنها بأرقام، وتنقسم إلى نوعين: بيانات كمية متقطعة منفصلة، وبيانات كمية متصلة أي مستمرة. البيانات الكمية المتقطعة وهي البيانات التي تمثل متغير يأخذ قيم معينة فقط ولا يأخذ أي قيمة بين هذه القيم، مثل عدد الأطفال، عدد الأبقار إلى آخره، أي أنه لا يمكن أن يأخذ قيمة ما بين قيمتين، أي يمكن قيم معينة أي 1، 2، 3 وهكذا. بيانات كمية متصلة أي مستمرة وهي البيانات التي تمثل متغير يأخذ قيم في مدى معين، مثل الأطوال، الأوزان وإلى آخره، أي أنه يمكن أن يأخذ قيمة ما بين القيمتين، أي ما بين 1 و2، 1.5 أو 1.25 أو إلى آخره من هذه القيم. كيف يتم جمع البيانات الإحصائية؟ يتم ذلك عن طريق استخدام الاستمارة الإحصائية، وهي قائمة تشمل أسئلة تكون الإجابة عليها مؤدية إلى البيانات المطلوبة في البحث. هناك بعض الشروط يجب مراعاتها عند تصميم الاستمارة الإحصائية، وهي أن تحتوي الاستمارة الإحصائية على أقل عدد ممكن من الأسئلة، بشرط أن تعطي جميع المعلومات المطلوبة في البحث. يجب أن تكون الأسئلة بسيطة وواضحة المعنى. من الأفضل أن تصاغ الأسئلة بحيث تكون إجابتها بنعم أو لا. يجب تجنب الأسئلة المحرجة والمتعلقة بالأمور الشخصية السرية، تجنب الأسئلة الإيحائية، تجنب الأسئلة التي تكون إجابتها نسبية، مثل السؤال عن الثقافة أو الديانة أو إلى آخره. يجب أن يخصص لكل سؤال نقطة واحدة للإجابة عليه. يجب تكرار الأسئلة التي يرى الباحث أن إجابتها مهمة جدا. نأتي إلى أنواع الاستمارة الإحصائية. هناك نوعان من الاستمارة الإحصائية: استمارة كشف الباحث واستمارة صحيفة الاستبيان، ويتم استخدام أحدهما على نوعية البيانات الموجودة أمامي. أما استمارة كشف الباحث فهي استمارة إحصائية يقوم فيها الباحث، والباحث هو الشخص الذي يقوم بالدراسة، يقوم فيها الباحث بجمع البيانات وتدوين الإجابة عن الأسئلة بنفسه. أما صحيفة الاستبيان فهي استمارة إحصائية يقوم فيها المبحوث، أي الشخص الذي لديه المعلومات، بتدوين الإجابة عن الأسئلة بنفسه. أي أن استمارة كشف الباحث نستخدمها عند تعذر تدوين الإجابة من خلال الشخص المبحوث الذي لديه البيانات. أما صحيفة الاستبيان فنستخدمها عند توفر إمكانية استخدام البيانات من خلال الشخص المبحوث.
التقويم. في دراسة خاصة بطلبة جامعة بنغازي نستخدم استمارة هنا، طلبة جامعة بنغازي، هل الطالب الجامعي يستطيع تدوين الإجابة بنفسه أم لا؟ يستطيع، إذا نستخدم صحيفة الاستبيان. عدد المواليد في مستشفى الولادة يمثل متغير كمي منفصل أم متصل أم غير ذلك؟ عدد المواليد أي عدد الأطفال، هل عدد الأطفال يمكن أن يأخذ قيم معينة فقط أو يمكن أن يأخذ بين تلك القيم؟ يأخذ قيم معينة فقط، أي مولود، مولودان، ثلاث، وهكذا، لا يمكن أن نقول مولود أو نصف ونصف أو مولود وربع، إذن متغير كمي منفصل. في دراسة خاصة بالأميين نستخدم استمارة هل الشخص الأمي يستطيع تدوين الإجابة بنفسه؟ إذا كان يستطيع إذا نستخدم صحيفة الاستبيان، إذا كان لا يستطيع نستخدم كشف البحث. الشخص الأمي لا يستطيع تدوين الإجابة إذا نستخدم كشف البحث. من طرق جمع البيانات الميدانية، البيانات الميدانية تتم بإحدى الطرق الأربعة: الملاحظة، المقابلة الشخصية، الاتصال بالهاتف، والاتصال بالبريد. إذن الملاحظة، لأن الأولية هي من طرق جمع البيانات التاريخية. أطوال الطلبة يمثل متغير كمي الأطوال، يمكن أن يأخذ قيم منفصلة أي قيم 150-160 وهكذا، أم ما بين تلك القيم 150.3-150.4، إذن يأخذ قيم ما بين تلك القيم، إذن متغير كمي متصل. من مصادر البيانات الإحصائية التاريخية الأولية المقابلة الشخصية، كل ما ذكر صحيح. المصادر التاريخية الأولية هي من المصادر التاريخية، المقابلة الشخصية هي من إحدى طرق المصادر الميدانية، إذن كل ما ذكر صحيح. نأتي إلى الفصل الثاني وهو العرض الجدولي للبيانات الإحصائية.